السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الصف العاشر، نلتقي اليوم في درس مفيد وممتع، هو درس التوكيد، ونبدأ بتوكيد الجملة الفعلية. طبعا التوكيد مر معنا سابقا في الصف التاسع، وهو من التوابع في اللغة العربية. ما معنى كلمة تابع في اللغة العربية؟ التوابع هي الأسماء التي تتبع الاسم الذي قبلها في علامة إعرابها، كالعطف فالاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه، والبدل أيضا يتبع المبدل منه في علامة الإعراب، والنعت الذي هو الصفة يتبع الموصوف في علامة الإعراب، والتوكيد أيضا يتبع المؤكد في علامة الإعراب. لنتذكر معا، لنتأمل هذه الأمثلة ونتذكر ما مر معنا سابقا. إني أخاف أخاف عليك من نظرته، وعمر لا يبتسم. هناك لفظة تكررت في الجملتين. في الجملة الأولى كلمة أخاف تكررت مرتين، وفي الجملة الثانية لا تكررت أيضا مرتين. لماذا كررت كلمة أخاف في الجملة؟ طبعا كررناها هنا من أجل التوكيد. ما هي الكلمة التي سبقت التوكيد؟ نسميها المؤكد. إذن الكلمة الأولى أخاف الأولى مؤكد، أما أخاف الثانية فهي توكيد. وهنا أيضا الأولى هي المؤكد ولا الثانية هي التوكيد، ويسمى هذا التوكيد توكيدا لفظيا، ويكون بإعادة اللفظ مرة ثانية لتأكيد الاسم الذي سبقه. وسمي من التوابع لأنه يتبع الاسم الذي قبله في علامة الإعراب، فأخاف هنا حركتها الضمة مثل اللفظ الأول أخاف، أيضا حركتها الضمة. يسمى الاسم الأول متبوع والاسم الثاني تابع. ما هو التوكيد؟ التوكيد هو لفظ أو تركيب تابع لما قبله، أي يتبعه في علامة إعرابه، ويسمى المؤكد المتبوع، يذكر من أجل تقويته وتوكيد حكمه، وهو نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ما هو التوكيد اللفظي كما مر معنا؟ نعم يا بتول. يعني إنه بنكرر اللفظ مرتين. إذن هو إعادة اللفظ نفسه، سواء أكان حرفا أم اسما أم فعلا أم جملة. أما التوكيد المعنوي فيكون بذكر كلمات محددة تحتوي على ضمير يعود على المؤكد. سنتعرف أكثر على التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي هو الذي يكون بذكر كلمات محددة شرط أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. ومن هذه الكلمات كلمة نفس وعين وذات، كل، عامة، جميع، كلا وكلتا. لو أردنا أن نذكر أحد هذه الكلمات في جملة، فأقول مثلا: حضر الرجل نفسه، أو عينه، أو ذاته، أو اجتمع عامة، أو حضر الطلاب جميعهم. إذن في كل كلمة من هذه الكلمات تحتوي على ضمير يعود على المؤكد، تطابق هذه الألفاظ المؤكد بالإفراد والتثنية والجمع. فأقول: حضر الرجل نفسه، وحضر الرجلان نفسهما، وحضر الرجال نفسهم، أي أن الضمير الذي تحتويه هذه المفردات يطابق المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ويتبعه أيضا في علامة الإعراب. ولا يمكن أن ننسى أن المؤكد يكون في كل الحالات اسم معرفة،